الاستديو التحليلي. سيداتي انساتي سادتي مشاهدينا الكرام في الوطن العربي الكبير، وتبحث اكيد عن فرحه عند نهايه هذه المباراه. وهذه كره آلت العارضه الى ضربه مرمى، الى ضربه مرمى. هنيئا لنا نحن كعرب بهذه الجماهير الرائعه. كرة تعود الآن طويلة أمامية، محاولة وصلت إلى أبو 20، عادت مرة أخرى، المحاولة خطيرة لمصلحة الوداد، الكرة العرضية والإبعاد يأتي وحكم المباراة. محاولات حاضرة، تمريرات موجودة ما بين لاعبي الوداد، هذه كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، التمرير بالكعب، يا سلام، حلوة اللعبة، المتعة بدأت أيضا ما بين أقدام اللاعبين. أيوب العملود نقلها للأمام، هذه كرة ومحاولة، قد يأتي الهدف الأول والتسديد، لكن أيضا الكرة تتخلص. لاعبو المريخ يدخلون بالأجواء والكرة ملعوبة الآن، انفراد، لكن الكرة ضاعت، عادت مرة أخرى، المحاولة والتسديد، لكن برافو للمدافع. شوف المدرب اللي راح ينجن على هذه اللعبة آية عبد الملك. الصور التي تقدم هذه حقيقة. الكرة ملعوبة الآن، محاولة من بديع، نقلة عرضية، مرة تعدت إلى ضربة مرمى. قد يأتي في اللحظات القادمة الكرة العرضية العالية داخل منطقة الجزاء، التسديدة من زهير، لكن يا له من استبسال، يعرف جيدا هذا الأمر نادي الوداد. الكرة ملعوبة الآن، محاولة عرضية، أيوب يا لعيب، حلوة اللعبة يا أيوب الكعبي، أيوب سددها على الطاير، لكن كرة أيوب مرة أخيرة. محاولة أمامية سهلة عند حارس المرمى، أشرف ينقل كرة في الجهة اليمنى، هذه خطيرة من بديع، العرضية العالية والكرة وصلت، هذه المحاولة في المرمى خالي، لكن يا له من استبسال ويا له من إنقاذ، المدافع شال الكرة من قلب المرمى. نقاش، انتصار عريض، هذه كرة أيوب سددها أيوب، لكن الكرة فيها راية، فيها ربما راية، دار فيها ركلة ركنية، فيها من دوري أبطال أفريقيا. الكرة ملعوبة الآن أمامية، محاولة وصلت، هذه خطيرة، الكرة العرضية والمتابعة، مرت وعدت إلى ركلة ركنية، المريخ، ماذا عن المريخ؟ مريخ واجه شبيبة القبائل وخسر واحد الأشياء ذهابا في دوري أبطال أفريقيا، وفي الإياب انتصر 3-2، لكنه ودع هذه البطولة. الكرة ملعوبة الآن، يواصل الخوف، أيوب نقلها، أيوب إلى بديع نقل كرة عرضية، الكرة تتخلص هذه وتبعد إلى رمية تماس. عادت مرة أخرى إلى بديع عوق، بديع يحاول، مضغوط عليه لكن من مهارة يحاول يمر، أتت أيضا المساندة والكرة تتخلص هذه وتبعد، الإمارات العربية المتحدة إلى الدوري العراقي، هذه كرة أمامية، محاولة فيها سقوط على أرضية الملعب. بل أنك تتحدث عنهم طوال المباراة، هذه الركلة الركنية الخامسة لوداد الأمة، الشياطين الحمر يبحثون عن فرحتهم الأولى. الكرة العرضية تتخلص هذه وتبعد، عادت مرة أخرى الكرة إلى إسماعيل، حداد، الكرة العرضية العالية بالرأس، والكرة بالشباك، هدف أول يأتي لوداد الأمة، يسجل أخيرا مع بداية شوط المباراة الثاني. النعسان يعيد الكرة بالخلف إلى رمضان من مسافة بعيدة، والمتابعة، لكن الكرة تتخلص، تعود مرة أخرى، المحاولة لسماني في الجهة اليمنى، السماني حاول يراوغ، مضغوط عليه بمهارته، نقل كرة التش يعيدها بالخلف، التسديدة وسيسدل الستار على هذا اللقاء، سيسدل الستار على هذه المواجهة. الكرة ملعوبة الآن، محاولة خطيرة والثانية، يا سلام، هدف ثاني جميل.
الشياطين الحمر. وداد الأمة، تحرك اللاعبون. أيوب ومن سجل الثاني بعشرة. صاحب الهدف الثاني أيوب العملود، أبعدت من أمامه، عادت إلى رمضان، لمسة إلى النعسان، نعسان يعيد الكرة بالخلف، محاولات مستمرة، الكرة عادت مرة أخرى، العرضية الخطيرة، وهدف التقليص، هدف التقليص. لكن رايا وتسلل، رايا تعود الآن، محاولة أمامية، تمريرة خلف المدافعين، هذه خطيرة، لكن حارس المرمى تيكناوتي. حكم المباراة البنا يعلن عن نهاية هذه المواجهة، يعلن عن نهاية هذا اللقاء بانتصار لوداد الأمم للشياطين الحمر بهدفين مقابل لا.